تعالوا بنا نتعرف على جزئية جديدة بسيطة لكنها مهمة، وهي أسماء الإشارة، مثل this بمعنى هذا أو هذه للمفرد القريب العاقل وغير العاقل. This is a pen. This is a pen. هذا قلم. This is my friend. هذا صديقي. That بمعنى هذا أو هذه للمفرد، بس المرة دي للبعيد، عاقل وغير عاقل. That is a table. That's a table. That's a table. That's my friend. شفنا this اسم إشارة للقريب، وthat اسم إشارة للبعيد.